تعرضت لحادث بطفولتي. أحياناً هيك الوجع بيزيد كتير. ما هيش بالبيت شي؟ رح روح شوفه وإجي. بنتي جانكي أخذ عني فكرة كتير سيئة ومو منيحة. عم قول الحقيقة، صدقوني مو أنا بعتت هدوك الصور. رح نحل المشكلة، بس ما لازم شغلنا يوقف بسبب هالشي اللي صار هاد، صح؟ اعملي شي واحد، انت اتصلي بجانكي فورا. ما نجيت، مو صح انه هلأ نحاكيها وهي بهالظرف هاد. انا هلأ فورا رح اعمل الحسابات. ماشي. الكهرباء، بياع الحليب، بياع الجرايد، يعني طلعت الفاتورة 26,000 كلها. 26,000؟ مو كتير هيك بنديا؟ انتي رح تحصلي على الفاتورة بالمبلغ كله يلي صرفتيه المرة الجاية. رح نختصر المصاريف، ماشي؟ روحي انتي وجيبي المصاري، يلا. بنتي بنتي، المصاري مانن بالخزانة. وين راحوا المصاري؟ انت كنتي حاططيهم هنيك؟ متأكدة انك دورتي منيح؟ ايه انا كنت حاططهم هنيك بس ما لقيتهم هلأ. شو صاير يا بنات؟ مرت عمي، كنا حاطين المصاري بالخزانة بس هلأ ما لقيتهم. سلفتي، سمعتي اللي صار؟ المصاري قال اختفوا من الخزانة. لك معناتها أكيد المصاري مسروقين. يا ربي دخيلك، هدول من شغل أزواجنا. 30 30 30، هدول 90,000 اختفوا يا ويلي. لا تنزعجي، بس مين رح يسرق المصاري؟ الخزانة دايماً بتضل مقفولة، مو هيك؟ صح؟ شو بكي كوكي؟ الشخص يلي معاه مفاتيح الخزانة هو بس بيعرف وين المصاري. سألي؟ لا، إلا ما يكونوا حطوا المصاري بشي مكان هون ولا هون، مو هيك؟ بنديا؟ مين يلي معاه مفاتيح الخزانة؟ المفاتيح بيكونوا دائماً مع ماجد. شو هاد بنديا؟ مو معي لحالي، المفاتيح معنا نحن ثلاثتنا، مو هيك؟ ايه بس انتي حطيتيهم هنيك ماجد. شو بنديا؟ انتي عندك شك فيني معقول؟ مرحبا. أهلي، مين أنت؟ وكيف هيك فايت على البيت بدون إذن؟ المدام بنديا اشترت مني طوق جديد.